بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن في الجزء الثاني من الدرس الاثناشر اللي هو الدرس السادس في كتاب الصف الثالث في سلسلة التميز في الكيمياء لطلاب الشهادة السودانية 2021. اليوم إن شاء الله نتكلم عن خواص الفيزياء الكيميائية للألديهيدات والكيتونات وطرق تحضيرها. طيب خلاص على طول ألديهيدات وكيتونات. أول سؤال، شايفين في الواضحة عندكم يا شباب؟ واضح يا استاذ. واضح. اول سؤال يا شباب، هل ما هي الصيغه، ما هي الزمره الوظيفيه للالديهيدات والكيتونات؟ الديهيدات الكربونيل والكيتونات الكربونيل. نعم اللي... اذا الاثنين الزمره بتاعتهم الكربونيل، هذه زمره الكربونيل يا شباب، سي دبل بوند او اس، وبعدين السي باقي لها رابطتين. اذا كان الرابطه اللي هنا، اذا كان الرابطه اللي هنا دي صارت مثلا اتش، حيكون ده ايش يا شباب؟ الديهيد. الديهيد تمام. طيب اذا كان هنا طبعا حيكون عندنا ار، وار دي بالمناسبه ممكن تكون اتش برضو. ايوه، اول مركب في الالديهيدات هنا بكون عندنا H وهنا بكون عندنا H، يعني عندنا H C double bond O H. H ده اسمه شنو يا بنتي؟ فورمالديهيد. اسمه شنو الاسم العلمي، الاسم النظامي المنهجي يا لينا؟ ميثانال. متفقين معاهم يا شباب ولا ما متفقين؟ ايوه متفقين، لانه كم ذرة كربون يا شباب؟ واحدة. ونبدأ بميثا والألديهيد نضيف له آل للميثان، يبقى ميثانال، يبقى إيش؟ ميثانال. طيب وبعد كده طبعا نمشي لإيثانال وهكذا. طيب إذا كان عندنا في الطرفين آر، تمام، دبل بوند أو آر، هيبقى ايش يا شباب؟ ده كيتون ولا الديهيد؟ كيتون. ممتاز. طيب اقل كيتون فيه كم ذره كربون؟ ثلاثة. ونسميه شيء ايش؟ اللي هو بروبانون. ينتهي بواو نون، صح؟ ايوه. يبقى بروبانون زي كيتون. في معلش في الخلفية يكون أفضل إذا كان يعني. طيب نجي للألديهيدات والكيتونات يا شباب. لو سمحت المايك. أيوه ما مشكلة. طيب الألديهيدات والكيتونات أعلن من نقاط الغليان من الإيثرات والهيدروكربونات المساوية لها في الكتل الجزيئية بسبب ارتفاع درجة القطبية عند الألديهيدات والكيتونات عن نظائرها. لاحظوا دائما يا شباب، دائما يا من يقول لك اي شيء في الغليان او الانصهار او الذوبانيه خلي بالك في القطبيه، تمام، بينما نجد ان الالديهيدات والكيتونات تقل في نقاط غليانها عن ايش؟ عن الكحولات. وبرضو لانه عندنا الكحولات بتعمل حاجه اسمها رابطه هيدروجينيه. الرابطة الهيدروجينية عارفينها يا شباب؟ ما هي الرابطة الهيدروجينية؟ الآن الماء يا شباب، خلوا بالكم معاي في الماء. الماء هو شكله كده يا شباب، HOH، هكذا شكل الماء، صح يا شباب؟ أيوه. طيب الأكسجين عنده إلكترونات زايدة والنيتروجين عنده إلكترونات ناقصة. يعني هنا حيكون ده سالب، ده حيكون ايش؟ موجب داخل الجزيء، داخل جزيء الماء. فهمتوا علي؟ يعني جزيء الماء ككل لا يحمي الشحنة. الماء متعادل كهربيا ولا ما متعادل كهربيا؟ متعادل، لكن داخل جزيء الماء عندنا جزء سالب وجزء ايش يا شباب؟ موجب اللي نسميها اقطاب، قطبين، عشان كده الماء قطبي.
الماء من المذيبات ايش يا شباب؟ القطبية. القطبية. لأنه يحمي الشحنة سالبة وموجبة، لكن الشحنة السالبة والموجبة متساوية داخل الجزيء. فاهمين معايا ولا ما فاهمين يا شباب؟ فاهمين. إذن الماء نقول عليه قطبي لأنه يحمي الشحنات سالبة وموجبة داخل الجزيء، لكن المجموعة الكلي للشحنات الموجبة يساوي المجموعة الكلي للشحنات السالبة، إذن بيكون متعادل. عادل. لكن داخله غير متساوي الشحنة. طيب الآن هنا إذا كان جزيء ماء آخر يا شباب، خلوا بالكم معاي، إذا كان عندنا جزيء ماء آخر اللي هو حيكون O معاي H H، طبعا الماء ما حيكون جزيء واحد، حيكون جزيئات، ملايين الجزيئات. معاي يا شباب ولا ما معاي؟ معاك. تمام. ايوه معاك. طيب هنا الأكسجين يحمل شحنة سالبة صح؟ والهيدروجين يحمل شحنة ايش؟ موجبة. 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 طيب هو جاء جنب جزيء آخر، جنب جزيء ماء آخر، هيحصل ايش؟ الشحنة السالبة من الأول يحصل لها تجاذب مع الشحنة الموجبة من الجزيء الثاني. لاحظوا هنا مش هيدروجين؟ ايوه يتجاذب مع الاكسجين من الجزيء الاخر، لانه الشحنات المختلفه تتجاذب والشحنات المتشابهه تتنافر. تنافر. ايوه. اذا الهيدروجين من جزيء واحد الاول ينجذب للاكسجين من الجزيء الثاني وهكذا. الماء سائل ولا صلب ولا غاز في سائل. درجه الحراره الغرفه سائل. طيب كم درجة غليان؟ 100. عالية. الكتول 60. ليش؟ لأنه عنده رابطة هيدروجينية بين جزيئاته تزيد من ثباته وترابطه. عرفت الرابطة الهيدروجينية هي شنو؟ أيوة، هي بين جزيئات الماء المختلفة وتزيد من ثباته، تزيد من استقراره، عشان كده الماء عنده درجة غليان مرتفعة بالمقارنة مع نفس المركبات اللي بتشبهه. الكحول عنده كمان، الكحول عنده كمان رابطة هيدروجينية بين جزيئاتها. قال نظرا لعدم مقدرة الألدهيدات والكتونات على تكوين روابط هيدروجينية بين جزيئاتها، لكن الكحولات تكون ولا ما تكون؟ الكحولات تكون. تكون. الكحولات فيها او اتش. طيب نمشي. ايوه نمشي هنا. نمشي للثاني. تمام يا شباب. الثاني اللي هي بسبب قدرة الألدهيدات والكيتونات على تكوين روابط هيدروجينية بينها وبين جزيئات الماء. لاحظوا هنا ما بين الألدهيدات نفسها. اللي بيقرأ بعدين ما يلخبط لي، ما يقول لي الألدهيدات تتكون مع الماء وكذلك الكتونات تتكون مع ايش يا شباب؟ مع الماء. ام الوحده بس مع الماء. مع الماء، واذا كانت تكونت مع الماء تكون تذوب في الماء. فهنا الألدهيدات والكتونات التي تحتوي على 5 ذرات كربون او اقل تذوب نسبيا في شنو؟ ماء. وتغيير خاصية الذوبان في الماء كلما زادت الكتلة الجزيئية للألدهيدات والكيتونات، حيث تكون أكثر ذوبانا في المذيبات العضوية غير القطبية. فهمنا يا شباب؟ إذا ليه من 1 لـ5 بذوبوا في الماء؟ لأنه بكونوا روابط هيدروجينية مع الماء وليس مع جزيئاته. خلاص ما حناخذ وقت كثير في الخواص الفيزيائية، نمشي للخواص الكيميائية ونبدأ بالتفاعلات. أستاذ سؤال قبل ما تمشي ممكن؟ تفضل يا بنتي. أنت قلت إنه بتقل خاصية الذوبان في الماء كلما زادت الكتلة الجزيئية صح؟ نعم. بس بتكون أكثر ذوبان في المذيبات العضوية غير القطبية. إحنا قبل شوي قلنا إن هي برضو ممكن تذوب في الماء لو كان في تفاعلات هيدروجينية بينها. نعم. طيب. يلا المذيبات العضوية قطبية ولا غير قطبية؟ غير قطبية. غير قطبية. ايوه
غير قطبية تذوب المركبات غير القطبية، والمركبات العضوية عموما غير قطبية. زي ما قلت الشبيه يرفع الشبيه. بس هذا هو، هذا هو قال لك عشان كده تكون أكثر ذوبانا في المذيبات العضوية غير القطبية. وده ده أصلا قلناه قبل كده. مين بدينا في في مقرة تانية؟ مفهوم كده يا بنتي؟ طيب نجي للحظة عندنا يا شباب. خلوا بالكم معي، التفاعلات الأولى تفاعلات إيش؟ الإضافة. الإضافة دائما بتكون لإيش؟ لمركب غير مشبع. مشبع. طيب عندنا في في الألديهيدات والكيتون الزمرة إيش؟ كربونيل. آه كربونيل. وين وين عدم التشبع هنا؟ في الأ. بين الكربون والأكسجين. بين الكربون والأكسجين. صح يا شباب؟ أيوة. إذن الإضافة هتكون هنا. هي التفاعلات تشترك فيها كل من الألديهيدات والكيتونات بسبب وجود الرابطة المزدوجة بين الكربون والأكسجين. يعني الألديهيدات والكيتون عندها أسيد دبل بوند أو ولا ما عندها؟ عندها. أيوة. إذن الإضافة بتكون هنا. أيوة عندها. حيث تعتبر هذه الرابطة رابطة إسهامية قطبية. ليه قطبية؟ لأنه الأكسجين بعيد جداً من الكربون في السالبية الإلكترونية أو الإلكترونية السالبية إلكترونيجاتيفيتي. إذن هنا ممكن يكون ده سالب وده شنو؟ موجب قطبي، لكن قليلة ما زي الهيدروجين والأكسجين. حيث تعتبر هذه الرابطة رابطة إسهامية إيش؟ قطبية. ويرجع ذلك الفرق بين الكهروسالبية بين الكربون وإيش يا شباب؟ الأكسجين. الأكسجين. مما ينتج عنه شحنة سالبة جزيئيا في ذرة إيش؟ الأكسجين. وشحنة موجبة جزئيا. لاحظ دائما من أعمالها كده يا شباب، من أعمالها سيجما. سيجما يعني جزيئية ما كاملة. ما بنكتب بس بلس كده. إذا كان عندنا الصوديوم الآن Na بنقول زايد، لأنه زايد. ليه؟ لأنه شحنة كاملة ما جزيئية، ما جزيئيا. لكن بالنسبة للقطبية بنعملها بشكل سيجما. سيجما دي سمول سيجما، كابيتال سيجما كده يعني يا شباب. تمام؟ إذن الرابطة بين الأكسجين والكربون رابطة إسهامية قطبية لاختلاف الكهروسالبية بين الكربون والأكسجين، وتحصل الإضافة هناك بين في هذه الرابطة. طيب، وتتم تفاعلات الإضافة لكل من الألديهيدات والكيتونات بارتباط الجزيء السالب من المادة المتفاعلة مع ذرة الكربون. الكربون يحمي شحنة إيش يا شباب؟ موجبة. موجبة. إذن الأيون، إذن السالب حيرتبط بالكربون، لأنه السالب مع الموجب يحصل تجاذب. ها، في كل من الألديهيدات والكيتونات. لماذا؟ لأنه الكربون إيش؟ موجب. كلمة لماذا هنا؟ لأنه الكربون إيش يا شباب؟ موجب جزئيا. موجب إيش يا شباب؟ جزئيا. بينما يرتبط الجزء الموجب من المادة المتفاعلة مع مين؟ مع الأكسجين. لأنه الأكسجين إيش؟ سالب ولا موجب؟ سالب. سالب كليا أم جزئيا؟ جزئيا. ممتاز. يلا هنا نشوف الإضافة. عندنا هيدروجين يا شباب. إضافة الهيدروجين، الإضافة حتكون هنا فقط يا بنتي، يا ولدي يا بنتي. سوري سوري. الإضافة حتكون وين؟ الإضافة حتكون هنا فقط. صح؟ كسر الرابطة الثنائية بين الكربون والأكسجين. إصار الكربون حوله كم؟ واحد اثنين ثلاثة. صح؟ يحتاج لرابطة رابعة. هندخل له هيدروجين هنا. أيوة. الأكسجين أصلاً ثنائي. الحين كسرنا الرابطة، بقى واحد. صح؟ إذن هيحتاج لرابطة إضافية. هندخل له رابطة اللي هو الهيدروجين. لاحظوا هنا صار R C O H H H. يبقى ده شنو يا شباب؟ ده كحول أولي. كحول أستاذ. لماذا أضفنا النيكل؟ اللي هي مساعدة.
ليش؟ عامل مساعد. عامل ليش؟ مساعد. صح، عامل مساعد. يعمل ايش؟ بيساعدنا بايش؟ سرعة التفاعل. ليش بيزيد من سرعة التفاعل؟ كلامك صح. يفكر لأنه الهيدروجين، الهيدروجين غاز صح؟ ايوه. نحن عايزين الغاز ده يتركز للتفاعل، يحصل امتزاز على النيكل، يحصل الامتزاز. أنا كلمتكم الامتزاز يا شباب. ما هو الامتزاز؟ الامتزاز هو امتصاص على سطح المعدن أو على سطح المادة، والمادة هنا النيكل. إذا النيكل حيركز الهيدروجين على سطحه، ونلقى هنا الكربونيل تتفاعل وتدينا كحول أولي. طيب ده الألدهيد صح ولا خطأ يا شباب؟ ده ألدهيد. لكن في الكيتون حيكون الكحول إيش؟ ثانوي. إذا لإضافة الهيدروجين، وطبعا بنسميها الهدرجة. بنسميها إيش يا شباب؟ الهدرجة. ما الهضربة؟ الهدرجة. تعرفوا الهضربة ولا ما بتعرفوها؟ نعرفها. الزول اللي بيهضرب زي كده. في ناس بيهضربوا والله، بيقولوا كلام فارغ. ايوه يقول لك في النوم لكن. طيب يا شباب في النوم هاي، في ناس بيهضربوا صاحين يا بنتي والله، في ناس مطششين طشاش شديد. طيب هنا الهدرجه هنا حتكون كحول ثانوي. طيب تعتبر اضافه الهيدروجين للالدهيدات والكيتونات احدى الطرق لتحضير الكحولات الاوليه وايش؟ والثانوية. تمام. إضافة HCl، HBr، HCN، ده سيانو هيدرين، ده اسمه سيانو هيدرين، لأنه ده اللي بنعرفهم. ده اسمه سيانو هيدرين. دي من المواد السامة يا شباب. تعرفوا السيانايد؟ السيانايد مادة سامة. إذا كان بتحضروا الأفلام القديمة، الأفلام القديمة في عند الرومان والإغريق، بتلقوا الملك أو الأمير أو الأميرة أو الملكة بتكون لابسة لها خاتم كبير في أصبعها ضخم كده. شفتوه ولا ما شفتوه؟ أيوة، بيستخدموه عشان يسمموا الناس التانين كده ويسمموا نفسهم. إذا كان الملك اتهزم أو الأمير، إذا كان الملك اتهزم ودخلوا الجنود قصر الملك عشان ما يأسروا الأميرات والأمراء وكده، بمجرد ما دخلوا اقتحموا القصر، كل واحد بيفتح الخاتم بتاعه ده ويشرب السم يموت على طول، ينتحروا يعني عشان ما يقعوا أسرى في أيدي الأعداء. والسم ده عبارة عن سيانايد. أستاذ اسم الفيلم ده شنو؟ مرة حلو. نعم مرة حلو. اسمه شنو؟ زمان أنا كنت بحضر الأفلام، هسه بقيت ما قادر أحضر الأفلام، لكن من الأفلام الحلوة دي. تتفاعل الألدهيدات والكيتونات مع هاليدات الهيدروجين، كلوريد الهيدروجين، بروميد الهيدروجين، لتعطي هاليدو هايدرين. لاحظوا الهاليدو هايدرين هنا، اللي هي حيبقى كلورو هيدروجين صح؟ طيب ايوه يلا خلوا بالكم، هنا ده كلوريد الهيدروجين وده ألدهيد. تمام، هنا هايدرين، الألدهيد كلورو هايدرين، ما هيدروجين، هايدرين اللي هو الاو اتش دي هايدرين. لاحظوا ده هنا أيوة. كيتون برومو هايدرين، هايدرين. طيب ناخذ مثال هنا يا شباب، هنا المركب ده شنو؟ ما هذا المركب يا شبابنا؟ ربانال. ألدهيد بروبانال. بروبانال. مع كلوريد الهيدروجين يدينا بروبانال كلورو هايدرين. أستاذ HCl. هنا ده بيوتانون. طيب بيوتانون برومو هايدرين. طيب هنا عندنا سيانيد الهيدروجين صح؟ قلنا ده المادة السامة. أيوه. هنطلع الهيدروجين يطلع مع الأو،
والسي ان مع السي. ليش يا شباب؟ اذكركم القاعده بتقول ايش. عندنا اتش بي ار، ما هو الجزء السالب؟ اللي هو البرومين. برومين. والجزء الموجب الهيدروجين. اذا الهيدروجين حيمشي مع السالب مع الاكسجين، والبروميد مع الكربون. طيب في السيانيد حتكون عندنا مجموعه السيانيد سالبه وعندنا مجموعه الهيدروجين موجب. اذا الهيدروجين مع الاكسجين والسيانيد مع الكربون. ايوه كده تمام. طيب هنا ثلاثه بنتانون سيانو هيدرين صح. طيب الاتش حتمشي مع الاو لانها موجبه، حتمشي مع سالبه، والسيانيد حتمشي مع السي لانها. ايوه اوكي تمام يا شبابنا ولا ما تمام؟ دي تفاعلات الاضافه. دي تفاعلات الاضافه اضفنا فيها الهيدروجين وبروميد الهيدروجين وكلوريد الهيدروجين وسيانيد الهيدروجين اضافه. وعندنا الاحلال سوري الاضافه يا هيدروجين يا بروميد او كلوريد الهيدروجين او سيانيد الهيدروجين. طيب الاكسده الالدهيد يمنى اكسده حيدينا الحامض، ومر علينا قبل كده لانه قلنا اذا كان عندنا كحول حيما الالدهيد، والالدهيد حيدينا ايش؟ حامض. اخذنا الاكسده في الكحولات ايوه بالبرمنجينات البوتاسيوم او دايت او ثنائي كرومات البوتاسيوم. اذا الالدهيد عندما يحصل له اكسده بيحصل يدينا الحمض الكربوكسيلي المقابل. ناخذ مثال، لاحظوا هنا ده ثنائي كرومات البوتاسيوم الحمضي في وسط حمضي اتش بلس معناته وسط حمضي. يبقى بروبانال حيدينا البروبانويك. بروبانويك طيب اللي هو بنزالدهايد، بنزالدهايد اللي هو ده شايفين هنا سي دبل بوند او اتش بنزالدهايد، يبقى بنزويك. اتفضلي اتفضلي يا بنتي اتفضلي. تمام السلام عليكم. اتفضلي. طيب يا شباب ناخذ تدريب، احنا شكلنا ما حنطول ان شاء الله، طولت عليكم اليوم معلش، ممكن نتمها مره ثانيه. طيب هنا دي شنو يا شباب؟ اضافه ولا اكسده؟ اضافه. وحيدينا ايش؟ C3H7 حتكون C. حيدينا كحول. وتحت H. كحول ثانوي اللي هو في الاولي. ثانوي. واحد. هنا كم ذره كربون؟ واحد. ثلاثة أربعة خمسة. بنتانول اثنين. بنتانول أيوة. بنون. بنتانول أول أول. لا واحد. لأنه كحول. بنتانول. طيب اللي بعده. برضه يا شباب إضافة لكن لألدهيد لأنه طرفي. ميثانول. أيوة حيكون ميثانول، ما حنقول ميثانول، إيثانول. 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 أدينا كحول أولي. كحول أولي. طيب هنا دي لاحظوا ده عامل مؤكسد. أيوة حدينا البروبانويك. البروبانويك اللي هو يدينا حمض الكربوكسيلي لأنه ده ألدهيد. هنا أيوة. اتش بي ار اضافه الاتش حيبقى الاتش زائد بروبانول حيمشي مع مين؟ مع الاو. بروبانول بروبانول برومو هيدرين. ايوه استاذ ايه كيف؟ اتش بي ار الاتش حتمشي مع الاو وبي ار حتمشي مع السي. نعم طيب وتحت نفس الشيء. اي نسميها ايش يا شباب؟ بروبانول برومو هيدرين. صحيح. اداكم لو هنا مثال كمان. بيوتانون.
واحد اثنين ثلاثة، بروبانول برومو هيدرين. أيوة ثلاث مرات بروبانول. أيوة بروبانون بالنون. يس أنا قلت كده. أيوة طيب بروبانول يا أستاذ. طيب يا شباب، التمييز بين الألديهيدات والكيتونات كيف نميز بيناتهم؟ لاحظوا يا شباب، خلوا بالكم معي، عندنا ده المركب ده اسمه شنو؟ أكسيد النحاس. أيات نحاس. النحاس ممكن يكون ثنائي أو أحادي. أحادي. هذا أحادي؟ لا ثنائي. ثنائي يعني النحاسي صح؟ ثنائي. أيوة. أو نحاس اثنين صح ولا غلط يا شباب؟ يلا شوفوا هنا، ده النحاس هنا كم، واحد ولا اثنين؟ واحد. هنا اللون واحد. أزرق. هنا اللون أزرق يا شباب، وهنا اللون أحمر. أيوة. طوبي. المحلول ده بنسميه محلول فيهلينج، بيفحصوا به لناس السكري زمان، بيفحصوا السكر في الدم بالمحلول ده في البول أو في الدم. تجيب بول الله يكرمكم وتضيف عليه محلول فيهلينج، إذا كان فيه سكر على طول هيتحول اللون من الأزرق إلى الأحمر. أحمر طوبي. أحمر طوبي. إذا ده إذا كان ألديهيد. المحلول ده اسمه محلول إيش يا شباب؟ محلول فيهلينج. محلول فيهلينج بيتكون من ثلاثة أشياء: هيدروكسيد الصوديوم وترترات الصوديوم وأكسيد النحاسيك. إذا كان سألوك مما يتكون محلول فيهلينج، يتكون من ثلاثة مركبات: هيدروكسيد الصوديوم وترترات الصوديوم وأكسيد النحاسيك اثنين، أو أكسيد النحاس اثنين أو أكسيد النحاسيك. والمادة الفعالة إيش؟ أكسيد النحاسيك أو أكسيد النحاس اثنين. لونه إيش؟ أزرق. طيب هنا بيحصل شنو يا شباب؟ النحاس كان اثنين صار نحاس واحد، يحصل اختزال أيوة. للنحاس. تمام؟ إذا كان الضهيد بيحصل له أكسدة ويتحول اللون من الأزرق أيوة. إلى الأحمر. طيب إذا كان الضهيد ما في تفاعل، ما حيتحول اللون الأزرق. أستاذ يحصل أكسدة ولا اختزال؟ هنا لا أكسدة، لا اختزال للعامل اللي هو فيه لينج، وأكسدة للألديهيد. أيوة. أوكي تمام. الألديهيد الحين كان ألديهيد صار إيش؟ حامل. أكسدة أضفنا له أو، وقلنا إضافة الأكسجين أكسدة. أيوة. لكن العامل اللي هو الفيه لينج بيحصل له اختزال. طبعا الأكسد والاختزال يحدثوا مع بعض. أيوة عمليتان متلازمتان. تمام. الله يكرمك يا بنتي شاطرة. ونتذكر هنا عندنا حرارة. تمام؟ طيب إذن كيف نفرق بين الألديهيد والكيتون؟ بالمحلول فيهلينج. محلول فيهلينج. نسميه فيهلينج. اختبار فيهلينج. طيب. يحدث فيه هذا. طيب قلنا ده عندنا المحلول ده بنكشف فيه على سكر في الدم اللي هو سكر الجلوكوز. وسكر الجلوكوز يا شباب عبارة عن ألديهيد، ونوع من أنواع الألديهيدات. ألديهيد معاه هيدروكسيل، خلوا بالكم معاي. لاحظوا هنا، لاحظوا ده الجلوكوز. لاحظوا لآخر شيء في الجلوكوز هنا شنو؟ ألديهيد. ألديهيد شاطر. يلا هنا في كل ذرة كربون مرتبطة معاه إيش؟ OH. OH اللي هي جملة الهيدروكسيل، جملة الكحولات. تمام. يلا الجلوكوز من نوع من أنواع المركبات العضوية، هو نسميه الكربوهيدريتات، نسميه سكر. كربوهيدريتات. أيوة. ساكرايدز. ما هي الكربوهيدريتات؟ هي ألديهيدات أو كيتونات عديدة زمرة الهيدروكسيل. تاني. السكر. السكر يا إما ألديهيد يا إما كيتون. لكن ألديهيد أو كيتون متعدد زمرة الهيدروكسيل. هيدروكسيل.
يعني عنده أكثر من زمرة هيدروكسيل، يعني ما ألدهيد عادي، في زمرة الألدهيد وفي كمان هيدروكسيل. طيب إحنا ما بهمنا الهيدروكسيل الآن، بهمنا إيش يا شباب؟ الألدهيد. هذا كان ضفنا له محلول فيه لين، هيتحول لحامض ولا ما هيتحول لحامض؟ تحول لحامض. طيب لونه كان أول إيش؟ لون أزرق. أزرق وتحول لأحمر طوبي. أيوة، إذن بنقول الزول ده عنده سكر في البول. هل السكر في البول شيء طبيعي ولا غير طبيعي؟ غير طبيعي. غير طبيعي. ليش؟ لأن السكر من المغذيات والبول مادة إخراجية، إذا ما يطلع فيها إلا المواد اللي هي الجسم ما يستفيد منها. توكسيك. أيوة توكسيك. اللي هي التوكسيك. طيب إذا كان ما توكسيك وطلع، إذا في خلل في وظائف الجسم. إذا السكر في البول دليل إلى يسموه إيش؟ البول السكري أو مرض السكر، ونكشف عنه بمحلول فيلينج، وهو مثال للتطبيق العملي للألدهيدات. كده يا شباب بنقف حد هنا، نقف في الحصة دي إلى التفريق بين الألدهيدات والكيتونات. تمام يا شباب؟ ونتذكر اللي باقي لنا ثلاثة دقائق ناخذ فيها سؤال أو سؤالين. التحضير. التحضير لما حنبدأ حصة يوم الأحد إن شاء الله. إن شاء الله الآن باقي لنا ثلاثة دقائق، إذا كان بديناه الوقت مداخل. عندي سؤال يا أستاذ. تفضل يا صالح. قبل شوية كتبت BR2CH2 رابط ثنائية CH2. BR2CH2. CH2 رابط ثنائية CH2. لا ما كتبنا كده، خطأ. كان كتبنا خطأ. لا كتبت كده، أوريك كتبت إيش. إذا كان كتبت كده خطأ. أنا كتبت CH2 double bond CBR2، دي كتبتها كده يا ابني. نعم. يلا سؤال شنو؟ اها سمينا وكيف؟ ايوه سمينا وكيف. طيب ارسمها لك بصوره افضل يا صالح. الان السي الاولى فيها اتش صح؟ نعم. وهنا عندنا رابطه ثنائيه، والسي اللي هي بي ار. طيب هو الان هو الكين ولا الكان ولا الكاين؟ الكين. طيب الكين فيه كم ذره كربون؟ 2. يبقى ايثين. نعم. لكن بالاضافه للايثين عنده متفرعات اللي هو بي ار وبي ار. يبقى ثنائي برومو ايثين، لكن ما دام ثنائي وعندك ذرتين كربون، هل البرومو الاثنين دي الموجودات في ذره واحده ولا في ذرتين؟ ذره واحده. اذا حنقول واحد واحد، يعني دارين نقول واحد واحد. ليه قلنا واحد واحد؟ ثنائي برومو ايثين. لان دارين نقول انه ذرتين البروم موجودات في ذره كربون واحده. وعملنا الثاني المقارن معاه سريع عشان الزمن. هنا اتش استاذ. نعم. احنا اخذناه ممكن نرجع له في البدايه، خلاص خلصنا له كده لانه حيطلع فجاه، نرجع ثاني ولا خلاص؟ لا خلاص. لا خلاص خلاص. ده الاول ده. هنا شنو يا شباب؟ واحد اثنين ثنائي برومو ايثين. وكده يا شباب بنكون انتهينا من الدرس. واحد واحد. نعم انتهينا من الدرس 12 لانه وقع ذره كربون واحده. مدير ذرتين كربون، واحد اثنين. استاذ ما ممكن اقول واحد واحد لانه ما بتفرق، ممكن تكون في بيجاي او بيجاي. لا الفرق هنا مش موقع انه دارين نقول انه البرون في ذره كربون واحده. ايوه لانه اذا كان قلت ثنائي ممكن يكون ده او ده، لكن ده أيوة. بيفرق من ده.